السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنتعرف على الحواجز الطبيعية التي تستعملها العضوية لحماية نفسها من الأجسام الغريبة. فعند محاولة الاختراق الجسم الغريب للعضوية يصادف خطوط دفاعية تعمل على إقصائه قبل الوصول إلى الوسط الداخلي. أول شيء سنتعرف على ما هو جسم غريب. ثاني شيء سنتعرف على هذه الخطوط الدفاعية. جسم غريب هو كل جسم قادر على إلحاق الضرر بالعضوية فيحرضها على استجابة المناعية، كالميكروب. الميكروب هو كائن حي دقيق، يعني هو مجهري لا نلاحظه بالعين، واحد الخلية من أصل نباتي أو حيواني، يتواجد في كل مكان، بعضها مفيد والبعض الآخر ضار. وتشمل فيروسات، هي متعديات مجهرية مسؤولة عن الأمراض كالزكام والصيدة. الفطريات المجهرية من وحيدات الخلية وتتكاثر بالتبرعم كالخمائر والأعفان. الطفيليات، وحيدات الخلية تعيش في مستنقعات المياه الراكدة الذي يسبب مرض الملاريا. والبكتيريا هي كائنات مجهرية تعيش في كل الأوساط، منها ممرضة كالسالمونيلا مسببة التسمم الغذائي، ومفيدة كبكتيريا إشيريشيا كولي. لنتعرف عليهم أكثر، لاحظنا في المنحنى تطور عدد البكتيريا إشيريشيا كولي بدلالة الزمن في وسط مغذي ودرجة الحرارة 37، بحيث بعد مدة تبدأ بكتيريا تتكاثر وتزيد في أعدادها، ثم بعد غياب العناصر المغذية يبدأ عددها بالتناقص تدريجيا. نستنتج بأن تحتاج الميكروبات لتكاثرها ونشاطها وسط ملائم بجميع الشروط المناسبة، يعني من الحرارة والرطوبة والغذاء، حيث أن الوسط الداخلي يعتبر وسط مثاليا لنموها وتكاثرها السريع. إذن تمتاز الميكروبات بالتغذية والانقسام، يعني التكاثر، سرعة في التكاثر. لكن عند محاولة الاختراق لجسم غريب للعضوية هناك خطوط دفاعية تعمل على منعها، تعرف بالحواجز الطبيعية، توجد ميكانيكيا وكيميائيا. نبدأ بميكانيكيا. الجلد هو حاجز طبيعي يحيط بكامل الجسم ليحميه من دخول الأجسام الغريبة، وذلك بفضل طبقته السطحية التي تحتوي على خلايا ميتة مترصة التي تتجدد باستمرار. أعداب الأنف، يحتوي الأنف على شعيرات عديدة يمر عبرها هواء الشهيق، دورها ترشيح الهواء ولا تسمح بمرور الغبار. حركة الأعداب الخلوية المبطنة للمجاري التنفسية، عند حركتها تؤدي إلى السعال أو العطاس الذي يؤدي إلى طرد الأجسام الغريبة. رموش العين، حماية العين من الأجسام الغريبة. وكيميائيا، فعيون الإنسان مزودة بالدموع، والفم باللعاب، والأنف بالمخاط، فيحتوي كل منها على إنزيم الليزوزيم الذي يعمل كمطهر وقاتل ميكروبات، بحيث يخرب جدار بكتيريا ويميتها. البول والعرق، يتميز بوجود ملوحة وحموضة عاليتين تعيق نمو الميكروبات وتكاثرها. العصارات الهاضمة مثل العصارة المعادية وإفرازات 12 تعمل على تخريب العديد من الجراثيم بفضل حموضتها والقاعدية للعفج. الإفرازات التناسلية، مواد ذات حموضة عالية تعيق نمو الميكروبات وتكاثرها. الفرق بين الحواجز الميكانيكية والكيميائية، بحيث أن الميكانيكية توقيف الميكروبات، يعني تثبت وتمنع دخولها، والكيميائية
قتل الميكروبات. وهناك حاجز آخر يعرف به الحواجز الحيوية، وهي بكتيريا القولون غير ممرضة كما قلنا سابقا إشريشيا كولي، تجعل وسط غير ملائم لنمو الميكروبات، وذلك بمنافستها على الغذاء. بهذا أنهينا الفيديو الحواجز الطبيعية الذي يعرف بخط الدفاع الأول. ولكن في حال تجاوز الجسم الغريب الحواجز الطبيعية، تلجأ العضوية لوسائل دفاعية أخرى تعرف بخط الدفاع الثاني، سنتعرف عليهم بالتفصيل في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.